الآن راح نتوقف مع مزيد من الأخبار. مالها إلا حازم هالمرة موجود أنا اليوم معاكم. البيرفكت. غبنا شوية علي أنا وأنت صح؟ أيوة. غبنا تغريدة الأسبوعين الماضي لحالة. أنت وين كنت أعترف؟ أنا موجود أنا. قريب حواليك؟ أيوة طبعًا كنت بكرة خلينا بكرة هعرض حاجات من المكان اللي أنا كنت فيه. أوه يا سلام. والله يعني كنت من أرض الحدث. أيوة طبعًا. يا سلام. أكيد. يلا. خلونا ناخذ جولة ابرز المواضيع. ايوه طبعا الجولة الاعتيادية حقت كل اسبوع ونرجع نتكلم عليه نتكلم على الله. طبعا تداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل امن وهو يسجل موقف بطولي وذلك اثناء انقاذه عائلة اثر احتجاز سيارتهم في مجرى السيل باحد المراكز التابعة لمحافظة بيشة. نتابع. بعد نجاح موسم الحج حظي الرجل الأمن السعودي بإعجاب المتابعين من كل الجنسيات على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد المجهودات الكبيرة المقدمة منهم. وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل أحد رجال الأمن وهو يرفض مبلغ مالي خلال أداء واجبه مع أحد الحجاج. أحد المقاطع المنتشرة بين الناس والتي لاقت أيضاً الاستحسان لموسم الحج مقطع فيديو لتوديع رجال الأمن لضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج. استودعناكم الله يا ضيوف الرحمن استودعناكم الله كل سنة وكل عام أنت طيب. هلا بأهل الكويت. من ضمن الفيديوهات للحج مقطع فيديو وثقه حاج صيني لاقى رواجا واسعا مشيدا فيه برجال الأمن على جهودهم في خدمة ضيوف الرحمن مع رسالة كتب فيها باللغة الصينية أكملوا مهامهم بنجاح وسلاسة. نبقى مع رجال الأمن وهذه المرة مع حاجة مسنة فرحة بعد أدائها المناسك وهم يقومون بتوديعها. في إشادة للسعودية ومجهوداتها الدائمة في خدمة الحجاج صرح رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في مقابلة تلفزيونية عن دور المملكة في خدمة المسلمين وتحدث أيضاً عن العلاقات السعودية الكويتية. إن من نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن الحرمين موجودين في المملكة العربية السعودية لأني لا أعتقد بأن هناك دولة في العالم أجمع يمكن أن تقدم للحجاج ما قدمته المملكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان أعمالهم من رأس الدولة حتى كافة الأخوة الضباط والعسكريين واللي موجودين في الشوارع يسيرون يوصلون النهار بالليل لخدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله. ولا يمكن لأي كويتي أن ينسى أو تسقط من ذاكرته كلمة الملك فهد طيب الله ثراه عندما حدث الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت وقال كلمته الشهيرة بأنه أما أن تبقى الكويت السعودية أو أن تذهب الكويت السعودية دون أي اعتبار لأي أمور أخرى سواء الوضع القائم القوة العسكرية ماذا سيحدث. هذا قالها من البداية وهذه لا يمكن أن تحدث وجهة نظر الخاصة إلا بين الكويت السعودية. موقف الملك سلمان عندما كان أميرا للرياض أثناء الغزو عندما حول مبنى الإمارة إلى غرفة عمليات لا يخرج منها إلا لصلاة الجمعة وزيارة أهله فقط في يوم الجمعة. هذه
يعني بعض المواقف التي لا يمكن أن تسقط من ذاكرة الكويتيين، وهذه المواقف عند الشعوب لا تسقط بالتقادم، إنما سنورثها للأجيال القادمة وسيتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل. في تغريدة على موقع تويتر ذكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن النجاح السعودي الباهر في إدارة الحج والمشاهد الإنسانية المؤثرة للفرق السعودية في خدمة الحجاج شهادة يفتخر بها كل مسلم. وذكر أيضا في التغريدة جهود رائعة للمملكة في خدمة الإسلام والشكر للقيادة والشعب السعودي على فيض العطاء في رعاية حجاج بيت الله الحرام وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين. في تغريدة أخرى قالت النائب الكويتي صفاء الهاشم تحية بحجم السماء، كلمات الشكر لا تكفي للأخت الكبرى والشقيقة المملكة العربية السعودية وجهودها الجبارة في حفظ الأمن والترتيب خلال موسم الحج، ترتيب سنع ودقة وفخامة في الخدمات ما حد يقدر يسويها إلا المملكة وأجهزتها. هذا كل ما لدي اليوم.